في بالي أنا جبت الصغار باش يشيخوا ويتفرهدوا ويتفرجوا في الجمعية اللي يموتوا عليها ويحبوها، وأنا حبيت نسترجع الذكريات نتاع الثمانينات. ما راني إلا ما جيتش مؤخر، أنا جيت للعشرة يا رسول الله، العشرة وتساكر كل مشاو، سي با نورمال، مش معقول. حتى لو كان في الديربي نتاع الانتر والميلان ما تصيرش هذه، ولا ريال البرسا، مش معقول. الله غالب، ديما هكاك احنا في تونس، الله غالب، ربي يهدي من خلق وكهو. علاش يحرمونا؟ علاش؟ علاش توا جو سوي سوري سرتا اللي تسكر هذيك النجم نلقاها انا، اما الدوبل نجم نلقاها، اما انا اخويا لا، ما نشريش، مش على حكايه المبدا. الله غالب، انا محب مكشخ في الدم، لكن الله غالب جو مي كونتونتي دو ريغاردي لا تيليفزيون كاو سي تو. الماتش ان شاء الله يا ربي، الترجي ماشي في نسق تصاعدي، انا متفائل خير ان شاء الله يا ربي، على الاقل باش نوصلوا للفينال بقدره الاله. والله تصدمت على الاخر، ما كانتش في الواقع الحق نتاع ربي. صحيح العبيد من 6 ومن 7 نتاع الصباح لهنا، وبرنسيب حلل الجيشيات 8 نتاع الصباح، اما توصل لهنا ما تلقى حد شيء. العشرة ديجا توا فما حد شيء، العبيد تبيع في المارشي نوار قاعده، اسمع على سويه 140 و100، ربي يهدي وكهو. ما اشتكيت جمله هاكم مسكرين الجيشيات خويا وكهو، ويعطيك في عام يعطيك الصحه الكل هكاكه. وليت خويا يعملوا فيها عباره يتجروا بها، التكيات نتاع الجمعيه يعملوا فيها يشريوا ويبيعوا، وليت ما عادش يحبوا يخليوا العبيد غرام والعبيد تفرج جمله. ديما كي انا ديما جمهور ترجي ديما كي، اما المشكله مش حتى من جمهور، المشكله يمكن فما برشا حاجات ديما تصير ديما في ماتشات كي، معناتها ميم با نص ساعه ما فماش تكيات كاو شوي ان شاء الله نربحوا كاو. مارشي نوار مالا شنيا زعما، الجمهور في نص ساعه شراو التكيات الكل، مارشي نوار والعباد اللي تغور على التكيات وتجي تهز تاخذ بالكرنيات، مش كرني ولا زوز، كرنيات برشا كرنيات وكاو. يا خويا ان شاء الله ربي يهداهم وكاو.